مساء الخير. بين التطورات الخارجية السورية تحديدا المفتوحة على اشتباك إقليمي وبين التطورات الأمنية المتسارعة في لبنان على خلفية الاشتباك بين اللبنانيين والسوريين، ما يزال الملف الرئاسي يسير على خطى قطرية مستمرة بكتمان شديد. وفي المعلومات أن الموفد القطري جاسم الثاني سيقوم الأسبوع المقبل بجولة جديدة على القوى السياسية المعنية مباشرة بالشأن الرئاسي، ولكن هذه المرة بتصميم أكبر مدعوم من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية للاتفاق على اسم مشترك للرئاسة. تأتي هذه الجولة قبل زيارة يقوم بها وزير الخارجية القطري لتتويج الاتفاق إن حصل، وإن لم يحصل فأن الوزير القطري لن يأتي إلى لبنان بسلة فارغة. بموازاة ذلك يتزامن المسعى القطري مع الكلام الصادر عن مصادر مقربة من عين التيني عن ضغط على الرئيس بري بعدم استطاعته التأخر بالدعوة إلى جلسة انتخابية، لا سيما أنه أصبح أسير موقفه الذي أكد فيه أن أي جلسة مقبلة ستكون مفتوحة بدورات متتالية، وبالتالي أي دعوة مقبلة لن تحصل قبل الاتفاق على الخيار الثالث للرئاسة، وهو أمر ضاغط على الجميع. أما إذا فشل المسعى القطري فأن لبنان سيكون مفتوحا على سيناريو أمني دقيق، هو سيناريو تداركته الأجهزة الأمنية وتحديدا قيادة الجيش المقبلة على فراغ بعد نهاية ولاية قائد الجيش جوزيف عون مطلع العام المقبل. وفي معلومات الجديد أن عون عندما زار عين التيني قبل أكثر من شهرين للكلام مع الرئيس بري في التشكيلات تحدث عن خطورة الفراغ في المجلس العسكري وتحديدا في موقع رئاسة الأركان، على اعتبار أن قانون الدفاع الوطني واضح لجهة أن رئاسة الأركان وحدها تستطيع إمرة الجيش في حال غياب القائد. وفي المعلومات أن الرئيس بري قال لقائد الجيش: البلد ما بيحمل ساعة بلا قائد جيش، من مدد لك؟ فأجابه عون: ما بدت مددولي، لكن ضروري التعيين في رئاسة الأركان. ومنذ ذلك الوقت بدأت الأخبار تتسارع عن مسعى لاحتواء أي أزمة أمنية مقبلة في حال دخول البلاد في فراغ رئاسي طويل، وبالتالي الضغط على وزير الدفاع موريس سليم للتوقيع على التمديد لقائد الجيش جوزيف عون عاما واحدا، علما بأن عون يدعو إلى تعيين رئيس أركان في كل الحالات، لما لهذا الموقع من أهمية في المجلس العسكري ولما له من أثر مباشر على إمرة العسكر. وبالتوازي مع هذا الكلام أفادت معلومات خاصة بالجديد بأن الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر لم ينتهي ولم يتوقف، لا بل تطور إلى حصول لقاء جمع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وعقيلته شانتال عون باسيل. وبانتظار حصول أي خرق رئاسي تبدو البلاد مفتوحة على فرصة جدية لانتخاب رئيس وإلا الدخول في فراغ طويل. النائب أديب عبد المسيح يكشف للجديد تفاصيل لقاء كتلة التجدد مع الموفد القطري التي طرح فكرة الخيار الثالث على المعارضة ليذهب بعده إلى الثنائي الشيعي ويعرض عليها التنازل عن مرشحه. الموفد القطري أو الوفد القطري كان بهمه يعرف إذا كتلة التجدد حتروح بالخيار الثالث وهل بتتقبل الخيار الثالث، وهيدا السؤال سألوا لجميع أطراف المعارضة تقريبا مع كمان كتلة التقدم الاشتراكي كرمال يروح آخر شيء عند الثنائي الشيعي، يعني بهدف كل هذه الأسئلة هي بهدف الذهاب إلى الثنائي الشيعي وعرض عليهم كمان التنازل عن مرشحهم والذهاب إلى كمان الخيار الثالث. هذا الشيء ما بيقدر يتم برأيهم غير ما نحن كمعارضة كمان نكون متفقين ونكون موافقين على الخيار الثالث. هذا هو كان لب المباحثات مع الوفد القطري. بالتوازي مع الملف الرئاسي الضاغط على البلاد تحول ملف النزوح السوري إلى ملف طارئ استدعى مواقف مختلفة، فأشار النائب عبد الرحمن البزري من برنامج الحدث إلى أن الأهم اليوم هو صياغة موقف لبناني موحد من النزوح السوري وليس تسجيل النقاط.
اليوم لما بيكون في عندك نسبة غير لبنانيين، جزء منه الكبير سوري لكن في كمان ناس تانيين، بمجتمع بتوازي 40% من تركيبة النسيج المجتمعي، معناتها هنالك خلل ما. إضافة إلى أنه الحكومة اللبنانية أو الحكومات المتعاقبة، وبعدت لك أنا هلا مذكرة تحت الهواء، في تناقض بالمذكرات تبعيتها فيما يتعاطى التوقيع مع اليو ان اتش سي ار، مع اليو ان اتش سي ار، كيف وقعت أول مرة، وقعت بعدين ثاني مرة بال 2003 و 2016 وغيرها. ويقال أنه كمان هذه بدها تدقيق أكثر، أنه هي كمان تمنت على اليو ان اتش سي ار أنه سجل عندك بس ما تسجل عندي قديش صار في أعداد بال 2015 لما لقيت أنه الأزمة السورية حطول. وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم الآن من مشكلة. لذلك أول تمني إلى الجميع، مسؤولين وغير مسؤولين، سياسيين وغير سياسيين، أنه هذا ما نفوت فيه بالشعبوية، يجب نفوت فيه بالمسؤولية، ويجب أن يكون هنالك موقف لبناني موحد كامل متكامل وطني، في موقف بياخد مصلحة لبنان الوطنية، تركيبة المجتمع اللبناني، إضافة إلى إنسانية هذا الملف لحتى نقدر نتعامل معه بجد. كتلة لقاء ديمقراطي رأت أن أزمة النزوح السوري في لبنان تحولت بفعل الإهمال الرسمي والشعبوية السياسية والتحريض العنصري إلى واقع خطير، وأضاف أمام الواقع القائم اليوم لابد من وقف كل موجات التحريض ونظريات الاستغلال السياسي الغريبة التي طرحها البعض تحت مسمى تصدير النازحين. وفي مقابل ذلك على الحكومة الاجتماع فورا واعتماد سياسة رسمية واضحة وتنفيذها عبر إجراء مسح كامل للمواطنين السوريين والتمييز بين العمال واللاجئين وتحديد سبل التعاون مع المؤسسات الدولية ذات الصلة ومنح الجيش والقوى الأمنية الدعم اللازم في سياق مهماتهم في هذا المجال. أكد وزير الدفاع الوطني موريس سليم خلال لقاءاته في اليرزي وجوب وعي مخاطر هذه المرحلة في ضوء ما تشهده مناطق مختلفة من حوادث أمنية متفارقة، وطمأن إلى أن الجيش والقوى الأمنية يشكلون ضمانة الأمن والاستقرار خصوصا في هذه الظروف الدقيقة، وهم في جهوزيتهم الدائمة للقيام بواجبهم الوطني مهما كانت التحديات والتضحيات.